لا خلص وجهك الكريم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، صغيره وجله. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على ما يسرته من صيام رمضان وقيام لياليه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير من صام وقام وعبد الله عز وجل حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها ملاك الأمر كله. فما اتقى الله عبد إلا فتح الله عليه خيري الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال عز من قائل: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أما بعد، هكذا الأيام تمضي مسرعات مسرعات، فاغتنمها يا صديقي قبلما يأتي الممات. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. مضى ثلث الضيف الكريم، مضى ثلث الضيف العزيز، الشهر المبارك وأوشك على الرحيل، لكن بقيت عشر أيام، عشر ذهبية لمن يدركها، عشر ذهبية لمن يريد أن يدرك نفسه وأن يدرك ما قصر فيما مضى. عشر أيام ذهبية لا بد أن يستغلها المؤمن، فالعبرة بالخواتيم، والسعيد من ختم له بخير، والشقي ومن كتب عليه الخسران من ختم له بشر. يا عباد الله جدوا، رب داع لا يرد. يا عباد الله جدوا، رب داع لا يرد. لا يقوم الليل إلا من كان له عزم وجد. اجتهدوا، شمروا عن سواعد الجد والاجتهاد، اقبلوا على الله عز وجل بقلوبكم وافئدتكم في هذه الايام العشر. الى الغافلين، الى من قصروا في حق انفسهم، الى من فرطوا في جنب الله عز وجل فيما مضى، ادركوا انفسكم، عسى ان تصيبكم نفحه وتصيبنا جميعا نفحة من رحمة الله عز وجل لا نشقى بعدها أبدا. اللهم هيئ لنا الخير، واعزم لنا على الرشد، وارزقنا العبادة وحسن العبادة في هذه العشر المباركة. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه في صحيح الإمام البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر، أحيا ليلة وأيقظ أهله
وجد وسد المئزر، ده كناية عن الاعتزال للعبادة. وهذا إنما كان يكون تحريا وطلبا لليلة القدر، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني خرجت والتمس ليلة القدر فنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في كل ليلة من الليالي الوتر. وعنه صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه خرج يخبر بليلة القدر، يخبر الناس عن وقت ليلة القدر أي ليلة هي. فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت أخبركم بليلة القدر فتناحى رجلان من المسلمين، أي تخاصم رجلان من المسلمين فرفعت. انظر ما يفعل الخصام بين الناس، يرفع الخير ويرفع الرحمة والبركة من الله عز وجل. وإنه قد تلاحى فلان وفلان فرفعت، فعسى أن يكون خيرا، فالتمسوها في الخمس والسبع والتسع، أي التسع والعشرين من آخر الشهر الكريم. أيها الإخوة المسلمون، هناك مظاهر للعبادة في هذه العشر. أولها الاعتكاف، وفرض الاعتكاف ليترك المسلم الدنيا بما فيها ومن فيها ويقبل على الله عز وجل معتكفا في بيته متفرغا للعبادة وتلاوة القرآن والذكر والاستغفار والقيام بين يديه سبحانه وتعالى في الليل. هذا الاعتكاف منزلة عظيمة للمؤمن، دأب المؤمنين، فاحرص إن لم تعتكف العصر فاحرص أن تعتكف ولو ليلة من الليالي العصر، تلازم بيت الله عز وجل من العشاء إلى الفجر بنية الاعتكاف، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم. روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. وروي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في كل شهر من شهر رمضان العشر الأواخر، حتى كان العام الذي قبض فيه أي توفاه الله اعتكف 20 يوما. هذا يدلنا على أن الإنسان كلما قرب من النهاية كلما اجتهد في العبادة. لا يحدث ما يحدث العكس مع الناس، الناس تبدأ في أول العبادة في نشاط ثم يتكاسلون بعد ذلك. كلا، إذا كان الناس في مضمار المسابقة ينطلقون كلهم من نقطة بدء واحدة، وإذا قربوا من خط النهاية يجتهدون حتى يكونون من الأوائل، كل واحد يريد أن يكون الأول. والمسلم من أهم صفاته أنه مسابق ويسارع في الخيرات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. وعندما يسارع في الخيرات لا يرضى أن يكون في المرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لا، وهم لها سابقون، يعني يكون في المقام الأول دائما. وعندنا نموذج في السنة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الصحابة فيقول: من منكم عاد اليوم مريضا؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من منكم اليوم تصدق بصدقة؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من منكم تبع جنازة؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من منكم أصبح اليوم صائما؟ فيقول: أنا يا رسول الله. هذا نموذج في التسابق في الخير. المؤمن من دأبه أن يسارع ويتسابق، لا يرضى أن يكون في الصف الخامس أو السادس أو السابع في المسجد، بل يأتي أن يكون في الصف الأول.
أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وهذا كل قدر طاقته وحسب استطاعته، ولا يكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. كل ما تفعله في هذه الدنيا ستجده في ميزان أعمالك وفي كتابك يوم القيامة. الاعتكاف من أهم العبادات عند الله عز وجل في هذا الشهر. المؤمن بطبيعته ينتقل من طاعة إلى طاعة، ويتقلب من عبادة إلى عبادة، حتى يستشعر من حلاوة العبادة والطاعة أنه يريد أن يخلو بخلوة مع ربه سبحانه وتعالى. هذا أول مظهر من مظاهر الاجتهاد في العصر. المظهر الثاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر أحيا ليلا، يعني لا ينام، أحيا ليلا كله بالصلاة والقيام والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والذكر والتسبيح. هذا هو أحياء الليل، وهو عبادة أصيلة في المسلم. إن الذين وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني لا تعلم نفس ما أعد الله لهم في الجزاء في الجنة ما تقر به أعينهم وأنفسهم، مقابل أنهم كانوا يقيمون من الليل. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بعض الليل قليلا من الطبيعي، بعض الليل ما يهجعون، أي لا ينامون الليل كله، لا يغطون في نوم عميق حتى تضيع عليهم الخيرات، بل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وإذا جلسوا ينتهوا من الصلاة وبالأسحار هم يستغفرون، يلازمون السحر بالاستغفار. هذه العبادة عبادة رفيعة القدر عند الله عز وجل، قيام الليل. أحيا ليله وأيقظ أهله، هذا هو الذي من الوظائف المهمة، إيقاظ الأهل. أنت لا تعيش وحدك، أنت مسؤول عن زوجة وأولاد، هؤلاء في رقبتك، وستسأل عنهم يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا كان ولدك بالليل تعرى تقوم بتغطيته، إذا وجدت النافذة مفتوحة أغلقتها خوفا عليه من البرد. ألا تخاف عليه من حر جهنم؟ ألا تخاف عليهم من حر جهنم؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يوقظ أمهات المؤمنين للعبادة. وروي عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر لم يدر، أي لم يدع أحدا يطيق القيامة إلا أقامه، أي أحد يستطيع القيام والصلاة والتهجد يقيمه، لئلا يفوته هذا الخير العظيم والنفع العميم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلا قام من الليل فتوضأ وصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فقامت فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا دليل على أن كل واحد منا لابد أن يأخذ بيد أخيه. الزوج يأخذ بيد زوجته، والزوجة تأخذ بيد زوجها، عونا على الطاعة والاستمرار. أيقظ أهله واجتهد، الاجتهاد في العبادة،
وهذا أمر مهم جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة طوال العام ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما نفعله نحن كل ليلة في قيام في التراويح بعد العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويفعل أضعافه في كل ليلة طوال العام، فما بالك في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتورم قدماه من طول القيام. قالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا: لنا في رسول الله أسوة حسنة. لا بد أن نداوم على الذكر، على القيام، على طاعة الله عز وجل، على الاجتهاد في هذه العشر. من أهم المظاهر قراءة القرآن. وما أدراك ما قراءة القرآن؟ في ذكرى نزوله، في الشهر الذي نزل فيه القرآن، وذكرى نزول القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من كان يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن ولم يتبين له الحق من الباطل فقد لا ينتفع بقراءته، صفر. لأن القرآن فرقان بين الحق والباطل، بينات من الهدى والفرقان. قراءة القرآن أو الاستماع إليه فريضة يومية على المسلم، لا بد أن تكون له صلة وعلاقة بكتاب الله عز وجل يوميا، لقول الله عز وجل: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. والقرآن متلازم مع الصيام من عدة أوجه. أولا أنه نزل في شهر رمضان، وشهر رمضان شهر الصيام. أنه نزل في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان. أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. أن شهر رمضان كان الشهر أو الوقت الذي يراجع فيه سيدنا جبريل عليه السلام القرآن ويدرسه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة. فإذا كان العام الذي قبض فيه راجعه معه مرتين، هذا قراءة القرآن. لا غنى للمسلم عن قراءة القرآن وتدبر القرآن حتى لا يقع تحت طائلة قول الله عز وجل عندما يشتكي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من أمته، وقال الرسول: يا ربي، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن، هجر العمل به، هجر التدبر فيه، هجر تلاوته، هجر الاستشفاء به. هذا هو هجر القرآن. ليس من صفات المسلم أن يدع مثل القرآن يوما واحدا لا يكون له مداد، اتصال روحي بين السماء والأرض من خلال ذلك الكتاب العزيز. أخيرا أيها الإخوة الأحباب، من وجوه المظاهر العبادة في هذا الشهر الكريم في العشر الأواخر الإنفاق في سبيل الله. وما أدراك ما الإنفاق في سبيل الله؟ باب عظيم واسع في الإسلام. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أول صفة من صفات هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، الإنفاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، إياك أن تخف من الفقر، أنفق وسيخلف الله عز وجل عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق على وجه الأرض،
أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة عندما تأتي بالخير الكثير العميم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. والإنفاق في هذه الأيام آكد بل هو واجب على كل مسلم في حق إخوانه وفي حق المجاهدين الذين يدافعون عن حياط المسجد الأقصى، الذين يدافعون عن معتقد الإسلام. من لم يخرج زكاة ماله ومن لم يخرج زكاة فطره فليسارع، والوقت ضيق، فليسارع في هذه الأيام بإرسال ما لديه لإخوانه المجاهدين الذين لا يجدون شيئا. نحن نأكل ونشرب ونملأ بطوننا ونفعل كل شيء، وهم لا يجدون شيئا، لا يجدون لقمة عيش، كسرة خبز. أين الإيمان؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن المؤمن الذي يبيت وجاره جائع بجواره وهو يعلم. ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره بجواره جائع وهو يعلم. ولنا إخوة مجاهدون، يجاهدون في سبيل الله عز وجل في المسجد الجامع في العاصمة. أرسل أموالك، إن لم تكن أرسلت أرسل قدر المستطيع. كل مبلغ تنفقه في سبيل الله عز وجل في هذه الأيام من أجل إخواننا المستضعفين المجاهدين في كل مكان، خاصة فلسطين وغزة، هذا المال ولو كان قليل يأتي يوم القيامة يقول يا رب أنا إيمان فلان. هذا دليل على الإيمان. فلتخرجوا زكاة أموالكم ولتخرجوا زكاة فطركم لهؤلاء. وأبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. الذي لا يستطيع أن يخرج إلى الغزو والجهاد إذا جهز غازيا في سبيل الله فكأنه غزا في سبيل الله. ومن أخلف غازيا في أهله فقد غزا. وكلنا نخلف هؤلاء المجاهدين في أموالهم. نسأل الله عز وجل في هذه العشر الأيام المباركة أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يخرجنا من هذا الشهر الكريم مغفور الذنب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها الناس اعلموا أن السامع المطيع لله لا حجة عليه، وأن السامع العاصي لله لا حجة له. والله الذي لا إله إلا هو لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون عما كنتم تعملون، إما بالإحسان إحسانا وإما بالسوء سوءا. والله الذي لا إله إلا هو ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فاللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تتقبل صيامنا وقيامنا وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين.
اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس. اللهم اذن لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود. اللهم انصر اخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي غزه. اللهم ايدهم بمدد من عندك. اللهم ثبت اقدامهم. اللهم ثبت اقدامهم. اللهم ثبت اقدامهم وتقبل شهداءهم وارحم ضعفاءهم واحفظ نساءهم وابناءهم وشيوخهم. اللهم انصرهم على عدوك نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرهم على عدوك نصرا عزيزا مؤزرا كنصر يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. اللهم عليك باليهود ومن عاودهم ومن والاهم ومن فتح ديار الاسلام لهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا واجعلهم لكل حبيب فدا. اجعل اموالهم واسلحتهم غنيمه للمسلمين. دمر عليهم مستوطناتهم. زلزل الارض من تحت اقدامهم واقذف في قلوبهم الرعب واجعل بأسهم بينهم شديدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.